يعني ان في هذا المهرجان مهم جدا، المهرجان العروض المتحركه كما كتعرفوا هذا المهرجان عنده اهميه خاصه لانه فرصه للمستثمرين في هذا المجال باش يكون عندهم يعني تجارب اخرى مع ضيوف ذو المستوى العالي اللي كيكونوا في المهرجان. كيف ما كتعرفوا مثلا المغرب او هذه الصناعه، هذه الصناعه اللي هي وطنيه ودوليه، الحمد لله اليوم وصلنا للمستوى انه لو عندنا رؤيه مغربيه يتكلمون على التاريخ المغربي وعلى الملاذ غدا ابطال مغاربه، لان الحمد لله ابطال كره القدم خلاو الشباب ديالنا والاطفال ديالنا، بغينا كذلك الشباب المغاربه والاطفال ديالنا يدوا يشوفوا مع هذا الموضوع، وهذا هو التحفيز اللي بغينا ان شاء الله.